لا عمته تضحك وانت لا. هو في ايه؟ أفشاك النهاردة سارة. يلا هشام نعمل ستوري. لا هو ما بيحبش الستوريز دي خالص. انت متأكد يا هشام انك مش بتحب الستوريز؟ بحب اللايف. انت بتحب اللايف؟ النهاردة بقيت بحب اللايف. يا شالي جربته كده مرة وبعدين في تفاعل مع الناس أكتر ووقت أكتر مع الناس ونتعامل معاهم صح؟ مش اللايف بيبقى أطول؟ يلا بقى عشان نطلع دلوقتي؟ أيوة يلا. طب ما إيه بعد ما نخلص العزومة ونقعد مفيش عزومة حبيبي إحنا قاعدين في البيت عادي. يلا قوم وريني بقى اللايف إيه اللي أنت بتحبه ده؟ من إمتى بيحب اللايف؟ أنا عارفة يا أختي لايف جدا. لا متغير قوي بحبه جربته كده مرة وحبيته قوي يعني. يلا يعني بتكلموا مع الناس؟ هوا يعني؟ على الهوا بالظبط هو لايف. استنى بس الناس تبدأ تيجي. هاي يا جماعة عاملين ايه؟ وحشتوني. قول هاي بقى. هاي يا جماعة عاملين ايه الاخبار؟ هاي الحمد لله. انا امه. ازيك يا امه؟ هاتي كده انا امه. انا خدي جماله. استنى ثانية واحدة. انا صاحبة امه. بقيتي عاملة زي اخوكي اتعديتي منه. فاعملي ايه يا جماعة؟ بيحصل ده يا جماعه. في حد اسمه هشام زيك؟ هشام ازيك عامل ايه؟ استني يا عم. طب بس يا جماعه مش معقول. خلاص اقفلي بقى البتاع ده.